باسم الآب والابن والروح القدس الهين واحد أمين. إخواتي وأحبائي من أسرة الأنبا أثناسيوس، أنا مبسوطة أن أنا أقابلكم النهاردة. يمكن دي ظروف مختلفة عن المتعودين نتقابل فيها في الكنيسة ونحس أن احنا أسرة واحدة، لكن نشكر ربنا أن احنا لسه ربنا مدينا الفرصة أن احنا نتقابل بعض، نتكلم بعض ونسمع بعض. تعالوا نقضي وقت مع بعض، نسبح ربنا ونرنم ونستمتع بالفترة دي، بس يا ريت كلنا نرنم ومع بعض ونحس ان احنا فاميلي واحده. باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فاشعياء بيقول: واما منتظر الرب فيجددون قوه، يرفعون اجنحه كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. قد إيه لما الواحد بيبقى الهدف واضح قدامه، انتظاره وثقته كلها في ربنا ورجاءه فيه، بيبقى الطريق قصير أو طويل، ما بيتعبش، بيجدد قوة زي النسر، ما بيتعبش ولا بيعيا. خلينا نكون زي أشعياء منتظرين الرب في كل حين، ونقول معاه: أنا ماشي بنورك قدامي. ادوس بدم اللي في داني ابليس.
فأمثال سليمان بيقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. كلنا في وقت ضعفنا وفي وقت خوفنا لازم نفتكر الآية دي كويس، إن إحنا متحصنين في برج ربنا، في برج، في اسمه، في دمه. داود كان عمره ما هيقدر ينتصر على جلياط غير لو كان متحصن في اسم ربنا. موسى كان لا يمكن يقف قدام فرعون غير لو اتحصن في اسم ربنا. خلينا نقول زي سليمان، اسم الرب برج حصين نركض إليه ونتمنى. إشعياء برضو بيقول حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. قصة مشهورة قوي للنسر اللي أول ما فراخه بتطلع للنور بيستنى عليها فترة قصيرة ويرميها من فوق عشها، وأعشاش النسور بتبقى عالية جدا، بيسيبهم يحاولوا يطيروا بس ما بيسيبهمش يقعوا يموتوا. أول ما بيحس إن واحد فيهم فشل في إنه يطير بيفرد جناحه وياخدوا عليه وينقذوا. هو ده بالظبط رجاءنا وثقتنا في ربنا، ان احنا مهما عدينا في اوقات صعبه هو هيفرد جناحه زي النسر
وهنتشال عليه. نقول مع بعض: أسكن تحت ظل جناحيك. سلام حبايبي، وحشتوني. انا مبسوطه قوي اني انا بتكلم معاكم دلوقتي. ان شاء الله قريب قوي هشوفكم وهحضنكم وهبوسكم، بس بعد ما تعدي الفتره الصعبه دي على خير، وان شاء الله كلنا نصلي لبابا يسوع علشان يقبل مننا ان كله ده يعدي ونرجع تاني لكنيستنا ونلعب تاني مع بعض ونقعد نتفرج مع بعض على
الموفيز والبوب كورن والشيبس، وانا واثقه ان ربنا هيستجيب ليكم ونشوفكم قريب ان شاء الله. انا بجهز لكم الايستر اج بتاعتكم، كل واحد اول ما هترجعوا على طول الكنيسه كل واحد هياخد الشوكليت ايج بتاعته. فصلوا للبابا يسوع ان هو يرجعنا تاني لكنيسته، واشوفكم قريب ان شاء الله. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add one cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, much more clothe you, O you of little faith. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. نشكر إخواتنا اللي تعبوا معنا النهاردة في فقرة التسبيح والترانيم، والحقيقة كانت فترة معزية جدا، وإحنا كلنا كنا محتاجينها إن إحنا نحس بالسلام والطمأنينة دي. فنشكرهم مرة تانية على تعبهم. الحقيقة النهاردة عاوزين نتكلم عن السبب اللي مش مخلينا نتقابل في الكنيسة، وهو موضوع كورونا فيروس اللي حاصل دلوقتي. بس إحنا هناخده طريقة مختلفة، مش هنتكلم عن إيه هو كورونا فيروس والإحصاءات واللي العالم كله بيتكلم عنه. إحنا هنتكلم عليه بطريقتنا إحنا كأسرة مسيحية وكمسيحيين، إزاي بنفهم الموضوع اللي حاصل ده. في بانيك وفي حالة من التوطع والهلع في العالم كله، لكن إحنا لو قعدنا نبص ونفكر كده، إحنا متوترين وقلقانين، مفروض نمشي ورا العالم؟ هل إحنا صدمنا إن ده حصل وما كناش متوقعينه؟
الحقيقة لو فكرنا شوية هنلاقي الإجابة لا، لأن ببساطة المسيح كان مأهلنا لده. لو نفتكر قال لنا إيه؟ قال لنا لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. فإحنا الحقيقة مش مصدومين إن ده حصل، إحنا يمكن بس اتخذنا شوية وما خدناش بالنا، لأن بقالنا فترة شايفين الحروب اللي في العالم وشايفين المجاعات مش بعيدة عننا، وحتى الوباء اللي حصل ده معاه حصل زلزال في صربيا. فلا احنا يمكن عشان ما كانتش حصلة معانا احنا وحسنها في حياتنا اليومية كنا يمكن نسيناها شوية، عشان ربنا كان مدينا شوية من السلام في المنطقة اللي احنا عايشين فيها نسيناها. بس هل ده يخلينا نقلق ونتوتر؟ لا، لأن ربنا قال لنا حاجة تانية، قال لنا أنا بعرفكم إن ده هيحصل، بس قال لنا كمان وقد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وبعت لنا المسج دي في يوحنا 16:33. فهو اللي عايش مع ربنا واللي بيقرأ الإنجيل اتعلم ده، قد نكون نسينا شوية بالمشاغل لكن بنرجع ونفتكره تاني ونقول ربنا ما وعدناش بحياة سعيدة وخالية من المشاكل، لا ده هو قال لنا بالعكس إن الحياة تبقى فيها مشاكل وأوبئة وأوجاع وحروب، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فهو بقى لنا ما تقلقوش من كل اللي هيحصل ده. لكن الحاجة المهمة اللي احنا عاوزين نتكلم عليها النهاردة، إزاي ده بيأثر على حياتنا وبيأثر على أولادنا؟ الحقيقة الفترة اللي فاتت كان في أباء وأمهات كتير بيقولوا بيشتكوا من الأولاد، وخصوصا أن الأولاد دلوقتي قاعدين في البيت، فبيقولوا العيال مجننيننا، العيال مش مقدرين الظروف اللي احنا فيها، العيال ما بيبطلوش وبقى تصرفاتهم غير محتملة، وإحنا مش قادرين نستحملهم بظروف اللي حصل حوالينا والضغط والقلق اللي احنا فيه. بس الحقيقة احنا مفروض كأباء وأمهات نفكر شوية، هما مفروض العيال اللي يفهمونا ولا احنا اللي مفروض نفهمهم؟ خلينا نعرف ونفهم ايه اللي حاصل للولاد دلوقتي. الولاد الدنيا اللي يعرفوها اتقلبت رأسا على عقب، الحياة اللي عرفوها من يوم ما اتولدوا ما عادتش موجودة، كل يوم بيروحوا المدرسة، المدرسة ما عادوش بيروحوها وقاعدين في البيت. كنا بنوديهم أنشطة، سواء الأنشطة دي رياضية أو فنية، ممنوع يروحوا الأنشطة دي وقاعدين برضو في البيت. بيخرجوا مع أصحابهم وحفلات وأعياد ميلاد، ممنوع نقعد في البيت. ولو خرجنا حتى مع حد والعيال دايما عايزة تحس بالدفء عن طريق الحب، لا، social distancing. مش كده وبس، ده بابا وماما قلقانين ومتوترين على طول، وكل ما نيجي نتكلم بيزعقوا ما عادوش مستحملنا. طيب العيال حاسة دلوقتي بحالة من التوتر والقلق، وبالنسبة لسنهم هم مش عارفين، ولو عرفوا نسي ان ربنا وعدنا بان كل ده هيعدي. فاحنا دورنا اباء وامهات ان احنا نعرف، ما نفكرش في العالم وننجرف معاه ونفضل نتفرج على الاحصاءات ونخزن ونعمل ده كله وننسى ان الولاد قاعدين في الهامش بيشوفوا كل ده، والتوتر والقلق اللي حصل في العالم وفي البيت هم حاسين بيه، بس للأسف هما ما بيقدروش يقعدوا زينا ويقولوا أنا متوترة وأنا قلقانة و I had enough. الطريقة اللي بيعبروا بيها في الوقت ده هي طريقة أفعالهم، وعشان كده كتير من الأباء دلوقتي يقولوا الحاجات اللي متعودين عليها بيستهبلوا دلوقتي ما بيعملوهاش. هو ما يقصدش، هو شايف العالم كله اختلف وهو متوتر وما عندوش ثقة إن بكرة هيجي بحاجة هو عارفها تاني، فبالتالي الديفولت والحاجة اللي هو متعود عليها ما عادتش ستيبل عنده، فهو اعمل ده لا مش هعمله، حل الهومورك لا مش هحل الهومورك، اسمع الكلام لا مش هسمع الكلام، بطل خناق لا بيتخانق، هو بارت من كل المنظومه اللي حاصله حواليه. فاحنا كاباء وامهات مفروض نعمل ايه؟ نخلي بالنا ان الطريقه اللي انا هتفاعل بيها مع الموقف هو ده اللي هياثر على ابني. لما الاقي ان ابني بيتصرف بسلوك انا مش شايفه مش مقبول أو مختلف، بص على نفسك هتلاقيه هو بيعكس الصورة اللي انت تتصرف بيها. الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، واحنا كنا بنشتكي وقلقانين على أولادنا وبنقول وصلنا في النهاية ان كل حاجة احنا عاوزين نحققها لأولادنا في النهاية هترجع ان احنا نقضي وقت معاهم. طب احنا جات لنا الفرصة دي،
ازاي هنستغل الفرصة دي؟ وانا عايزة اقول لكم ان احنا لو فكرنا شوية هنلاقي الفترة اللي احنا فيها دي العالم كله بيبص لها انها ازمة وحاجة صعبة قوي، احنا ممكن نبص لها على انها فترة ذهبية في حياتنا كأسرة مسيحية وحياة ولادنا. أسرة ذهبية ازاي يعني؟ انت مش داريانة باللي بيحصل حوالينا؟ لا، داريانين بيه. الطريقة اللي احنا هنتفاعل بيها مع الموقف دي هي الطريقة اللي احنا هنأسس بيها ولادنا ونجهزهم ليتفاعلوا مع أي أزمة في مستقبلهم. في حاجة مفروض تكون واضحة لنا كلنا، إن الأزمة دي هتعدي 100% هتعدي، ومية في المية هتسيب أثار على أولادنا، إحنا عارفين كده، والأثار دي هتستمر معاهم مدى الحياة. بس الأخطر من كده بقى إن إحنا كأباء وأمهات في إيدينا إن إحنا نختار إن التأثير اللي هتسيبه في حياتهم يكون تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. إحنا في إيدينا نعمل كده إزاي، تأثير إيجابي من المرض والهلع والوفيات والأمراض اللي إحنا شايفينها. التأثير، الأزمة دي هتعدي بالأمراض بالإحصاءات هتعدي، لكن اللي هيفضل معاهم إزاي إحنا تفاعلنا معاها. أنا لو بتقبل أو بتفاعل الأخبار دي والإحصاءات بإن أنا بص كده أقول لنفسي أنا عاوز ابني يتعلم إيه من اللي إحنا بنسمعه ده، عايز يبقى عنده ثقة في ربنا، فقبل ما أنا أتفاعل وأرد على الموقف ده أفكر إيه اللي عاوز أعلمه لابني إنه يثق في ربنا. فلما أشوف الإحصاءات دي أقول آه ده فعلا دي حاجة تزعل، بس نعرف ده ربنا قال لنا ها أنا معكم كل حين ولا أترككم. طب لو ربنا معانا إحنا هنخاف من إيه؟ فدي المسج اللي أنا وصلتها لابني. أقدر أقول له إن المسيح قال هو ذا على كفي نقشتك، ده لو ربنا ناقشنا كاتبنا على ايديه نزعل من ايه وهنخاف من ايه؟ الحقيقه احيانا بنفكر ان ده صعب ان احنا نقوله، لكن انا بما ان احنا كلنا بقى وامهات ولادنا ليهم الاولويه في حياتنا، فلو انا فكرت فيهم قبل ما يحصل رد فعل هلاقي نفسي باخد رد فعل السليم، وفي النهايه هلاقي نفسي حسيت بسلام اللي انا لو ممكن اترديت فعل اخدت رد فعل العالم كنت حسيت بتوتر وقلق اكتر. طيب الفترة اللي احنا فيها دي ما كنا بنقول دلوقتي هي فترة ذهبية، هي فترة الإيمان المعاش. ولادنا بيتعلموا من ردود أفعالنا وأعمالنا أكتر من اللي بنقوله. احنا كنا بنقول قبل كده في الكنيسة الله محبة، طيب في الوقت اللي احنا فيه ده هل احنا فاكرين نسأل على بعض؟ هل احنا بنشو محبة ولا فاكرين بس الأسرة بتاعتنا والحاجات والنيد بتاعتها؟ خلي بالك إن هي دي الفترة الإيمان المعاش. الكنيسة بتقول حبوا بعضكم، لازم ما ننساش بعض ونحب بعض. الكنيسة قالت حب أخاك كنفسك، هل أنا فعلا بفضل إن أخويا محتاج حاجة فأنا أقول له آه أنا عندي خد، ولا لا أصل إحنا ممكن نحتاجها بكرة؟ هي دي الفترة اللي إحنا بنعيشها. هل إحنا فعلا عندنا إيمان وسلام قلقانين لكن ما إحناش مرعوبين؟ هل عندنا إيمان وثقة إن المسيح هيعبر بينا الفترة دي؟ هل بنرجع للكتاب المقدس كمصدر للمعلومات مش للميديا والعالم؟ العالم بيقعدوا يدوروا ويقولوا آه مين سبب الفيروس ده؟ لا ده أمريكا، لا ده تشاينا، لا ده كوريا. دي ما يهمناش، اللي يهمنا إن المسيح قال لنا إن ده هيحصل وحصل، وده أكشلي ده يأكد إن إيماننا إيمان صحيح وإن الإنجيل إنجيل صحيح. فعلمنا حاجة هنا إن مفيش حاجة جديدة على المسيح وعلى ربنا، ده هو جهز لنا كل حاجة من 2000 سنة ولحد دلوقتي. علمتهم إن إحنا مصدر حياتنا وقانوننا ومعلوماتنا هي الكتاب المقدس. لما نرجع نقول لهم إن المسيح قال لنا وفي ضمن القلق والهلع والناس عمالة تخزن حاجات، المسيح قال لنا انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ إحنا قلقانين على إيه؟ ربنا قال لنا كده، قال لنا كمان أطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. طب إحنا قلقانين على إيه؟ هل ولادنا بيتعلموا مننا ده؟ ولا بيشوفونا بنجري وعاوزين نخزن وما عندناش حالة من السلام والطمأنينة والثقة؟ ولادك ده رد فعلهم في حياتهم. طيب الكنيسة مقفولة، احنا كلنا زعلانين بس هل الحقيقة هي كنيسة مبنى؟ ده المسيح قال لنا ملكوت الله هو زي ملكوت الله داخلكم. احنا بنحب الكنيسة والأسرار المقدسة، بس ربنا سمح بفترة
ان احنا نكتشف ملكوته اللي داخل جوانا وعلاقته علاقه ننمي علاقتنا بربنا. هل احنا نيجي في الوقت ده ونقول طب يا اولاد ايه رايكم احنا كنا مشغولين، تيجوا نحدد وقت ان احنا نصلي كل يوم ونوعد ربنا ان الفتره دي هتعلمنا ان احنا نصلي معاه كل يوم. علمناهم ان احنا في الازمات بنواجهها بصلاه، وعلمناهم كمان ان احنا لو كنا قصرنا في ان احنا نصلي قبل كده ونحدد وقت للعيله مفيش مشكله ان انا اقف وافكر واقول احنا عملنا ده غلط ونصحح، فبالتالي هو لما هيعمل حاجه غلط سهل قوي ان هو يصححها ويعترف بيها. فاحنا علمناهم حاجه يقابلوا بيها مستقبلهم. لو احنا بنكرر الايات دي اللي تدي سلام وطمانينه، نعلمهم ان نقعد في وقت معين ونقعد نعمل كرافت حسب سن ولادك، نكتب الايات دي ونعلقها في اوضهم، نكتبها ونعلقها على الابواب ونرددها ونضحك ونهزر مع بعض. بقت حياتنا والكتاب المقدس مش في الكنيسه بس، لا ده بقت حياه اتحول لبيتنا، بقى بيتنا اتحول لتشيرش. واحنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا احفظ المزامير تحفظك المزامير، ليه ما نطلعش مزمورين زي مزمور 91 الساتر الساكن في ستر العلي، او الرب رعايا 23، حسب سن ولادك نختار مزمور او نسال اباء الكنيسه واباء الاعتراف ايه المناسب لولادنا ونبدا نطبعه ونقراه ونصليه كل يوم ونحفظه. عارفين ايه اللي هيحصل؟ ولادنا لما هيتحطوا في ازمه في المستقبل اول حاجه ورد فعل هيجي في دماغهم الايات اللي حفظوها في الازمه دي، المزامير اللي احنا حفظناها هيبقى هي دي رد فعله ليها، هتبقى حاله من السلام والطمانينه. In the other hand لو انا بانك وحاله من التوتر والقلق ومنعكس، ولادي شايفين وبيرياكت لده، وجس وات في المستقبل اي ازمه ومشكله هتبقى دي الطريقه اللي بتعامل بيها. والاصعب من كده ان قد تكون المشكله صغيره بس رد الفعل بتاعها هيبقى كبير على المستوى اللي هو شافه هو دلوقتي. وعشان كده احنا قلنا دي فتره ذهبيه، خلوا بالكم الطريقه اللي انتوا بتعملوها دي هي السيت اب لاولادنا ان هم يتعاملوا مع المشاكل في حياتهم، وفي ايديكم انه تخلوا رد الفعل ده طريقه ايجابيه نرجع لربنا ونصلي ونفتح الكتاب المقدس ونعيش حياتنا كده، ولا ان انا بانك وهلع وحاله من العدم الاستقرار ومانيش عارف ايه اللي هيحصل في الدنيا وخوف وتوتر. في النهايه ممكن ناخد تدريب لينا ولاولادنا ان احنا في الفتره دي نقول ان احنا هناخد وقت نصلي فيه كل يوم في وقت محدد، علمناهم ان هم يصلوا في وقت المشكله، نحفظ الايات وده اللي هيرد في دماغهم على طول في اول مشكله يقعوا فيها، الايات دي هي هتبقى السبورت ليهم، ان احنا نحفظ المزامير دي. وكلنا نفتكر ان المزامير اللي احنا حفظناها واحنا صغيرين في مدارس الاحد وفي المدارس حافظينها لغايه دلوقتي، فدي فتره ذهبيه ان احنا نزرع الصلاه، حفظ المزامير، الايات. اكتر من كده ان اولادنا هيفتكروا وهم كبار هيبصوا يقولوا فاكرين في وقت اللوك داون او في وقت كورونا فيروس اللي ساعتها هيقعدوا يضحكوا عليه لما كنا بنقعد از فاميلي نضحك ونصلي ونلعب، هي دي الاوقات اللي هيقدروها في حياتهم. واحنا كاباء وامهات مش ضامنين ان احنا نبقى موجودين في الوقت ده، بس غرسنا في اولادنا ذكريات هتساعدهم في الاوقات الصعبه في حياتهم اللي احنا عارفين هم هيقابلوها، احنا بس ما نعرفش هي امتى. فبليز خلونا كلنا نصلي ان ربنا يرشدنا ويدينا الحكمه كاباء وامهات ان احنا نستغل الفتره دي ونجهز ولادنا ان هم باسلحه الايمان العملي وازاي يواجهوا المشاكل في المستقبل، ونرسم معاهم ذكريات ايجابيه تساعدهم ان يقابلوا اي ازمه في حياتهم. ربنا يدينا كلنا حكمه ونعمه ونتقابل في كنيستنا ان شاء الله مع بعض ونفرح ببعض دايما من اجل مجد اسمه، امين.